مرحبا فيكم أعزائي المتابعين، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير. أكلتنا لليوم هي رح نعمل مربى المشمش. أنا عندي هون 4 كيلو، غسلتهم ونشفتهم، وهلأ بدنا نشيل البذرة من قلبهم. أنا اللي عندي منهم مستويين كتير، يعني منيح وسط، مش دايبين على الآخر. هلأ رح كمل باقي الكمية ومنشوفكن. وهلأ بدنا نحط السكر. ححط هيدا أول كيلو. بسم الله. وهون هلأ عم حط التاني كيلو. انا بفضل انه ما احطهم بالطنجره دغري وانقعهم، يعني خليهم لتاني يوم. هيك وعاء زجاجي افضل، وتاني يوم بنقلهم للطنجره وبغليهم. بخليهم هيك لحتى ينزلوا ميتهم لتاني يوم. وهلأ بغطيهم بالبلاستيك الغذائي وبخليهم لتاني يوم البراد. هلأ بعد ما تركناهم، صراحة أنا ما تركتهم، ما حطيتهم بالبراد، عملتهم من الصبح، وهلأ يعني قريب العصريات طلعت ميتهم، عملوا المي تبعيتهم. ححطهم اشتغل فيهم هلأ أفضل. لازم يكون الطنجرة ناشفة، يعني ما فيها ولا نقطة مي، من شان ما يحمضوا. بنشفها كتير منيح للطنجرة اللي بدنا نغلي فيها المشمش، ومنبلش على بركة الله. هلا منكفي باقي الكمية، نحطهم بالطنجرة. حطينا أول وحدة، يعني من الصبح لهلا نزلوا ميتهم. انا بالبراد يعني ما قدرت احطهم، عملتهم هلا ما بيأثر. رح نزل نص ملعقة ملح الليمون، رح اخدهم اغليهم على الغاز. هلا بعد ما غلوا، السما غلوة لغلوة، هلا حطيتها، ما بقوي النار كتير حتى ما ينلدع اسفل الطنجرة. وهون بس يغلو وتطلع الرغوة منشيلها. وملاحظة هون طلعت ميتهم كتير، طلعوا مي كتير، تخلصت من قسم كبير منهم، لأنه لقيتها كتير كمية كبيرة. وعندي هون هيدول المرطبانين بدي اسكب فيهم المربى. انا لقيت كمية السكر اللي حطيتها لقيتها كتيرة، لذلك ممكن يحط الواحد 1.5 كيلو، كتير يعني كمية منيحة، بتبقى يعني مناسبة كتير. واللي بيحب الحلى كتير بيحط 2 كيلو، بس أنا لقيتها كتير كمية كبيرة. وهلا عم نسكبهم بالمرطبين، واحد بيطلع تقريبا 2 كيلو وواحد بيطلع 1 كيلو،
لأنه واحد أكبر من واحد. هلا عم بمسح اللي طلع على الأطراف. بنكمل باقي الكمية. انا لما بدي اطبخ اي شيء مربى او شراب او اي شيء ما بقون الغاز كتير تحتهم حتى ما يحترق وبيغير، اذا احترق شوي من المربى او اي شيء بيغير طعمة الاكل كله. لذلك بغلي اول غلوة على نار قوية، بعدين بخففها للوسط ومع المراقبة بضل عم راقبها. وهيدي طريقة كتير ناجحة، الواحد ما يقوي الغاز تحت أي شي بيعمله الأكل. هاي الطنجرة مش لازق فيها ولا شي. جربوها كتير لذيذين، والولاد حيحبوها كتير بهيدي الطريقة لهالمربى حيحبوا الولاد كتير. وهيك هلا وصلنا معكم لنهاية الفيديو. بدي فرجيكم بس ما شاء الله عملوا كمية وفيرة. هيدا بيطلع أكتر من كيلو، وهيدا كيلو، ما شاء الله يعني طلعوا كمية وفيرة كتير. بتمنى تجربوها، وصفة كتير ناجحة وكتير لذيذة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وشكرا كتير للمتابعة، وإن شاء الله منشوفكم فيديو جديد وأكلة جديدة. وأستودعكم الله، مع السلامة.